في إطار بحث البطولة عن النبش في ذاكرة اللاعبين القدامى الذين أسدوا للفريق الوطني ولفرقهم خدمات هامة، وبعد الشيء بعد بعد الآن بعد بدأ يطالهم النسيان، وربما الجيل الحاضر لا يعرف هاد اللاعبين. بين هاد اللاعبين عبد الرحيم حسن، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي. عبد الرحيم، مرحبا بك في موقع البطولة .com. اهلا اخ مصطفى. عبد الرحيم، نبداو من البداية ديال عبد الرحيم. كيفاش كانت البداية ديال عبد الرحيم في مجال كرة القدم؟ البداية كانت بحال جميع اللعبة، تبدا بالاحياء، وبعد الاحياء مشينا لنجم الشباب، مينيم، كادي، جونيور، حتى طلعنا للسينيور. إذا تدرجتي في الفئات ديال فريق نجم الساب. إذا فريق نجم الساب هو الفريق الأول نعم يا اللي استطاع فيه النجم ديال عبد الرحيم. نعم نعم من بعد ذلك فين، شنو هما الفريق اللي مشيتي ليه من بعد نجم الشباب؟ بعد الشباب مشيت للمغرب الفاسي، نعم، وحرصت معهم على كأس العرش، وشاركت معهم في كأس محمد الخامس كأس العرش. اش من سنة؟ 79 80 اللي كانت تجرى في مركب محمد الخامس. نعم 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 تنذكروا هذا المساء مع سيدي قاسم. في سيدي قاسم، تنذكروا بأن كانت اللمسة ديالك هي اللي عطت الهدف ديال خراج حميد. اييه نعم بالضبط. سي عبد الرحيم، قول لي شنو هما الأشياء الجميلة والذكريات اللي خديتيها في مجال كرة القدم مع فريق نجم الشباب؟ لأن نجم الشباب في واحد الوقت كان فريق من الفرق الكبرى، كان أربعة الفرق الكبرى اللي كانوا نعم في الدار البيضاء، كان واحد ديربي، نعم، طاس، نجم الشباب، الرجاء، الوداد، كان الجمهور تيستمتع. شنو هما الذكريات الجميلة اللي باقي راسخة لك في الذهن ديالك؟ والذكريات زعما صعيب كاع كيفاش غادي نشرح ليه. بالنسبة للربعة ديال الفرق الكبار، الوداد، طاس، الرجاء، ونجم الشباب، ذكريات كثيرة، وصعيب كيفاش غادي نشرحها لك، لان لا لعبتي مع الوداد او لعبتي مع الطاس او صعيب صعيب، ما كانش حتى اللعب يعني ماشي سهل باش اي واحد يجي كله يلعب في هذيك الوقيته، لان كانت المستوى ديال الكره عالي بزاف، وكما كتشوف انا رغم القيمه قصر، قصر القامه ديالي وكذا وهذا، وتفرض ولكن كانوا تيلقبوك بالجن، وكنت واحد شويه ديال لأن الخطا. كنت تتحير المدافعين. وشكون هما المدافعين اللي كانوا تيخافوا منك بهذا المعنى؟ هو بدون تكبر كلهم، نعم، لا كلهم ساكن، كانوا كنت تتمحنهم في الليل ما تنضش، كانوا الدراري كينعسوا نعم لي ديفونسور. لا والله الا بصراحه، ماشي نعم ما كانوش اللعابه تينعسوا، لان تيعرفوا واش تابعهم الغد ليه. نعم كان داكشي صعيب شويه، وهذيك هي موهبه كان عطاها لنا الله، داكشي اللي نقص لنا من الصحه عطاها لنا في يعني تحراميات وفي تقنيات ودريبلاج. شنو المقابله اللي بقى راسخه لك في الدين ديالك مع الفريق، سواء فريق الرجاء ولا الوداد، وشي لقطه ربما اللي باقي تتذكرها؟ وتنذكر انا كونتر الرجاء، نعم، كنا نلعب مقابله صعيبه، والرجاء رجاء جران كومبلي يعني صعيب باش توقف، بدولمي، بمخلص، بجواد، بفتحي، بتي عمر، بالعربي، فريق صعيب ديال الرجاء، باش وحكمت لينا فيهم الكره داك النار. ومني تنشدها تم غادي للديفونس تيتم راجع اللور، ومخلص يغوت خرجوا خرجوا، المدافع مجيد وداروا عنده الدراري قالوا لي خرج، اجي خرج انت. نعم كانوا يخافوا يقربوا لعندي، وفعلا في الميطا من بعد، لان حنا اصحاب وداك الشيء، من بعد كان سالي وكنقولوا جالسين مجموعين في الميطا، دخليهم معاش وبرك تعير في الدراري، قال لهم واحد تيتم جاي لكم تتهربوا، كل شيء راجع للور، ما قدرتوش تخرجوا عنده وداك الشيء، تقلق عليهم وغوت عليهم. هو دار عنده قال له استاذ تقدر تلبس وتدخل وخرج عنده نتايا، إذا معاش يعني. اذا كنت تتعرض للخشونه، شكون هو اللاعب اللي كان تيلعب معك قاصح؟ الصراحه كلهم ديفونسورات، نعم كلهم كانوا قبل انا ما نمشي للماس، كان كناير تيقول لهم نهار كنكونوا للماس لعبه مع ليطوال، تيقول لهم الا بغيتوا تربحوا ليطوال اليوم شدوا المايونيز، كان كيعيط لي المايونيز،
يعني كاع لي زونترينور كانوا كيوسعوا عليا تيقول لهم حيدوا هذاك وحنا تهنينا غير حيدوا عبد الرحيم اللي طوار بحنا ما كانش ما عندناش مشكل ولكن هذاك خص تحيدوه فهذا كانوا كيمشيو ليا غير شويه كده ديال الخفه ما كانش كيشدوا فيا ما كان كيشدوا فيا كره ما قالش معاك انا دابا ما عمرك ما تعرضتي لشي الحمد لله ابدا نعم. ابدا عمري ما تهرست عمري توعت يا توعت ولكن شي نادرت القبس ولا شيء ابدا ابدا كنت الظلمي وقيله نعم كنت الظلمي اللي ما عمركم ما تهرستوا وبالنسبه للظلمي كان كيلعب اللور ديفونسور ما انا كنت كنلعب اتاكون انت كنتي معرض للخطر الخطر بعد ديفونسور ديفونسور ما كانش الاتاكون هو اللي معرض للخطر وكنت كنتهز بشويه ديال الخفه وداك الشيء يعني كانت كتساعدني وخا تيشيروا عليا تنقاز او قبل ما يوصل ليا تنقلبوا على تساع هذا ما حفظني الله عمري ما سي عبد الرحيم شكون هما اللاعبين اللي كنت ربما تتلعب كره وعينك عليهم حيت كاين يعني اللي كيمتعوك تيمتعوك راه انت لاعب بالماتش ولكن راه كاين لاعب اللي ربما تتكون شي لقطه ربما بعيده عليك الكره تبقى تلاحظ داك اللاعب شكون هو اللاعب اللي كانوا بزاف ماشي واحد كانوا نعم. بزاف كان العود الله يرحمه بيتشو نعم كان بتي عمر كان حسين انافال ديال القنيطره نعم. كان عبد العالي الزهراوي ديال الماس مغفور ديال وجده كانوا موح ديال سلا رغم انه ديفونسور كنا كنسميوه بيكنباور ديال المغرب فراس عسيله كانوا بزاف زعما راه بزاف دري اللي نسيت ولكن كانوا بزاف دري انت كتلعب وكتمتع نعم وهذه كان قالها بكار في حقي انايا كان بكار كيقول لهم كان حنا كنا كنلعبوا وتنتفرجوا وبصح راه هذا السؤال اللي طرحتي راه طرحوه على بكار وراه بكار الله يرحمه كانوا دري كفنانه كيفرجوك كانت كره وبالنسبه للاعبين ديال فريق نجم الشباب شكون هما اللاعبين اللي باقي الان راسخين لك في الدين ديالك وكانوا ربما هما اللي سبب التالق ديالك والدري ديال هذا السؤال هذا هو نجم الشباب حنا الفرقه كلها لعبنا مينيم مجموعين ولعبنا كادي مجموعين دينا بطوله المغرب كادي ولعبنا جينيور سو كيف ملي طلعنا لعبنا سينيور مفاهمين ما تحتاج انا نعيط ليه ولا نقول ليه انا مشيت ولا هو مفاهمين تنمشيت يعرفوني غنحط بطالون كانوا كيفهموني سي عبد الرحيم من بعد نجم الشباب قلنا انتقلتي للمغرب الفاسي المغرب ربما الفاسي. كيفاش جا الانتقال ديالك لفريق المغرب الفاسي؟ يعني دائما اللعاب كان كيقلب على باش يحسن الوضعيه ديالو وكذا ويعني بصعوبه باش خديت الوراق ديالي من نجم الشباب لان ديك الساعه ماشي بحال دابا كاين الكونترات وكاين ديك الساعه ملي كتسيني مع فرقه كتبقى تما تتموت اوفي اوفي ومن بعد درت واحد المجهود كبير هذا تاخديت الوراق ديالي وكنت غادي نسيني في الرجاء ما كنتش غادي نمشي للمص واجتمعت مع استاذ السملالي معاش فردوس لما انظن هي هذيك جيت وعندي الوراق ديالي في يديا باش غادي نسني معاهم وداك الشيء ولكن ملي وصلت القضيه ديال الفلوس ما بغاوش يعطوني الفلوس ديال المجموعين بغاو قالوا لي السيستم ديال الرجاء هما كي بريم سيناتور كيفرقوا على الشهور شحال ديال الفلوس كاع بالضبط بحال دابا انا مشيت للماس سنيت جوج المليون و800 الف فرنك ما بغاوش الرجاء يعطيو لي مجموعين مشيت عطاو لي الماس سنيت معاهم جوج المليون و800 الف فرنك وكانوا كيعطوني 100 الف فرنك في الشهر 1000 درهم المهم ديك الساعه كانت تساوي دابا 10000 ولا 20000 درهم بلاص لي بريم نعم وكان عاطيني السكنه الماس تهلاو فيا شحال لعبتي مع الماس؟ لعبت معاهم العام الاول والعام الثاني ما كملتوش معاهم بغيت نرجع بحالي لكازا رغم انه ما بقاو معايا والدراري تيبغيوني تما وولفوني وعطيت ريزلتا مع الماس وداك الشيء رغم صعيب تلعب القيد هذا ديتو شي بطوله ولا ديتو الكاس؟ دينا الكاس العام اللي قبل كانوا داو الشامبيونه نعم العام اللي جيت انا معاهم اول مره الماس كدي كوب دي ترون ما عمرها داتها في حياتها بقاو فينال مع الرجاء بقاو فينال وخسروا حتى العام اللي جيت معاهم وديك الساعه الماس صعيب تلعب معاه لان كانوا عندهم ثمانيه في ليكيب ناسيونال كان الزاز كان دريس متقي كان ليمان كان عتيق كان قزار كان الزهراوي كان حميد خراق وكان القزار هادو كلهم كانوا في ليكيب ناسيونال يعني باش تمشي وتفرض الوجود ديالك في فرقه كبيره بحال هادي كان شويه والحمد لله وتوافقت مع الدراري وبغاوني
وقديت معاهم رغم انا العام الثاني بغيت نمشي عيو معايا مساكن، ولكن قلت لهم خصني ندخل بحالتي. ومن بعد المغرفاتي نعسون الفرقه جيت للاتحاد البيضاوي الطاس. الاتحاد البيضاوي الطاس شحال لعبتي معاه؟ الطاس لعبت معاهم خمس سنين. خمس سنين اه رغم ان هما كانوا في الدوزيام ديفيزيون وداك الشيء، ولكن عبد الرزاق فيلال والزاولي الله يرحمه يعني وفروا لي حوايج مزيانه وتهلاو فيا، وفكرت انا ما درت السميه ما نحتاج نقلب على يعني بتستافد، وفعلا وفروا لي هذاك الشيء المطالب ديالي الشيء، ولعبت معهم رغم كانوا في دوزيام ديفيزيون. كنتوا في دوزيام ديفيزيون ما طلعتوش؟ لعبنا براج نعم. لقينا براج مع حسنيه اكادير، ولكن وقع شي حاجه وما طلعناش، كان خصنا نطلعوا. دوزوا الماتش للحسنيه اكادير. هذا هو المشكل، شي لعبه تلعبوا يعني، ودوزوا الماتش للحسنيه اكادير وخسرنا معهم ثلاثه، رغم ان حنايا طلعنا بروميرين، كلاسينا بروميرين بتسعود نقاط على الدوزيامه. نعم. كانت فرقه كبيره ديال الطاس.